mire. Insieme a noi? In Siria. E il mattino di Siria? Halab. Halab? صار حرب طلعنا. دول كل الدول جهنم الا بلدك. المكان اللي انتم كنتوا ساكنين دمر دمر بالارض. مو بيتي مقصف ما فيه شيء، مستعده اروح اعيش فيه، بعرف اني بلدي. يا سميره قالت لي ايه، كنا بسوريا، هاجرنا على تركيا، ضلينا تقريبا 5 سنين بتركيا بعدين جينا. بس بالنسبة يعني هن للشغل والمادة يعني ما عندهم رحمة أبدا، يعني استعباد. ما هي معاملة إنسانية، ما عندهم إنسانية بصراحة. ما في شغل وعندهم أجار بيت وعندهم أكل وشرب وعندهم أي شيء، وكل شيء مصروف وكل شيء غالي. هلا بالنسبة لهون كمان هيك، يعني هلا نحن كمان الله مثلا اذا ما اشتغلت هون ما فيك لا تعيش ولا فيك تدفع اجار بيتك ولا فيك تعمل اي شيء. فانا كمان هون صار لي 3 اشهر، يعني 3 اشهر من اول نهار جيت انا، ثالث نهار نزلت صرت ادور على شغل ما لقيت. ليش؟ لانه ما عندي لغه. يعني صار فينا انه مهجرين، طلعنا من بلدنا. يعني الحمد لله نحن من نور ما بنحب نبرك تحت رحمه حدا او نستنى حدا يجي يدق علينا باب الخيمه، هي مساء، هي خبز، هي اكل، هي شيء. لا فمختلف الاتحاد الاوروبي او عن هون معيشه كمان، حتى هون المعيشه كمان شوي صعبه. في اوروبا مثلا بيساعدوك بكثير شغلات، يعني ما ابن في تركيا وقت اللي سجلنا عن طريق الامم المتحده على والأجيل. كم هيك مقابلة عملوا معكم وكم؟ والله زينة كتير وماني متذكر. شي 7 مقابلات. بسألوك أسئلة يعني من الألف إلى الياء. إيش كنت تشتغل؟ شلون كنت عايش؟ إيش كنت تشتغل؟ وين رحت؟ وين جيت؟ إيش عملت؟ هاي أسئلتهم هاي. فأول شي قالوا لي كندا، قلت لهم ما عندي مشكلة. فقالوا لي ألمانيا، قلت لهم ما عندي مشكلة. طبعا بين التليفون في تقريبا اسبوع رجعوا قالوا لي على هولندا، قلت لهم ما عندي مشكله. رجعوا قالوا لي على امريكا، قلت لهم يا اخي ان شاء الله تحطوني بافريقيا، بس طلعوني من تركيا لانه تركيا انا 5 سنين راح من عمري على الفاضي. والله انا حطيت سميره بالمدرسه سنه ما استفادت شيء ابدا، يعني احرف ما يعلموها بالمدرسه، يعني بس تروح تضيع وقت. قبل ما احط انا قبل ما نجي على سوريا، سميره كثير ذكيه، كثير عندها يعني تدخل باحاديث مع ناس كبار، يعني زي ستاخة عماتة كذا، من الاولاد المنجين ما كانت تبرك معهم، تبرك مع الكبار. ناخذكم على مناطقنا، نحن مناطقنا كلها خضار وزرع وسجر، سجر زيتون وحمضيات، ويعني البيت تدخلي لهم. أنا رحت هون كتير، رحت هون أنا زيارة هون بيوت زينة، زينة بيوت مستقلة، في بيوت مستقلة رحت زرتهم يعني. الحمد كان عندنا خير كتير. أمريكية ولا سورية ولا التنتين هلا؟ هلا التنتين.